من السيد بتقول ما فيش ولا أكلة من أكلاتي ولا مخبوزاتي وإبداعاتي إلا من قاموسة بحاتي. الله، بحبك يا أحلى شيف في حياتي بجد، والله حلوة قوي بجد. ميرسي يا إيمان على الكلام الحلو ده. ودي كمان أحلى تونة، طعم وشكل وريحة تونة بالظبط على طريقة أبو حاتي. مش عارفة أقول لك إيه يا شيف، أنت مبهرة، ربنا يحسن ما بين إيديك يا روح قلبي يا إيمان. ومناسبة التونة، تسلم إيدك الأول على التونة بتاعتك. إحنا هنا مع محمد، يلا. الإضاءة كده كويسة يا أستاذ حمدي، زي الفل. بمناسبة التونة دي، أنا عملتها في البيت وعايزة أقول لكم إن الولاد مبهورين. يعني محمد ابني بيقول لي أمال اللي كنا بناكلها دي إيه؟ على يعني الجهاز. بيقول لي لأ، بيقول لي ماما خطيرة بجد، وما شاء الله بجد، يعني كل اللي يدوقها تعجبه جدا. فاللي ما جربش التونة لازم يجربها. عندنا كمان أم معاذ بتقولي حرفيا كل مرة بتأكدي لي رأيي إن حضرتك أحلى وأجمل وأشطر وأرق شيف في حياتنا. حبيبة قلبي والله، بحب حضرتك قوي وبحب وصفاتك الخرافية. العسل دي جربت واحدة من عيلة أم علي، طعمها روعة بجد. تسلم إيديكي على كل حاجة بتعمليها يا قلبي سمية، حبيبتي يا سمية. ومعانا بقى إيه، إحنا عملنا بالجلاش يعني وصفات كتيرة جدا، دي واحدة منها. تسلم ايدك يا سمية وتعيشي يا روح قلبي وتعملي، تسلم ايدك. ومعانا مين تاني؟ معانا منى عامر بتقولي احلى واجمل وارق واغلى شيف، ربنا يبارك في حضرتك ويحسن ما بين ايديكي. بحبك في الله، احبك الذي احببتني فيه، وربنا يديم نعمته وربنا يديمك نعمة في حياتنا وما يحرمنا منك. هي عاملة كيك شكلها خطيرة، مزينها كده بقطع شوكولاتة. تسلم ايدك، تسلم ايدك يا روحي. وعندنا بقى ايه، عندنا فراو ميرفت بتقولي تسلم ايدك على الجمال والطعامه اللي بتقدميها دي. سندوتشات الفراخ اللي حضرتك كنت عاملاها كلمه روعه قليله عليها، وده لانشون فراخ اللي اختي عبير عملته، قالت لي قولي للشيف فاطمه تسلم الايادي. الحمد لله بقيتي اساسيه في حياتنا. حبيبه قلبي والله العظيم، تسلم ايديك، وايدي اللانشون، وايدي سندوتشات او فطاير الفراخ اللي احنا كنا عاملينها. تسلم ايدك يا روح قلبي، او تسلم ايديكم. هنا بقى سعاد، او استاذه سعاد السكري، او مدام سعاد السكري، بتقولي مساء الخير، مساء كل حاجه حلوه على حبيبه قلبي الغاليه شيف فاطمه. احلى بتنجان بطريقه وتكات الشيف فاطمه، بس انا ما سلقتش البتنجان عشان يقعد لرمضان باذن الله. احب اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه المولد النبوي الشريف. ممكن طريقه البسيمه؟ وشكرا على كل حاجة يا حبيبتي. حاضر، نعمل بسيمة قريب. وهي خللت البتنجان وتطلع معاه بالشكل ده، تمام. هي ما سلقتوش، بس انا بحب اسلقه، حتى لو هسلقه دقيقتين ثلاثة بس كده واطلعه نكمل طريقته. فاكرين بتنجان؟ اهو ورانا اهو، هاتوا يا استاذ حمدي، ولا اجيبه لكم انا. ده مخلل البتنجان اللي احنا كنا عاملينه، وزي الفل، وهيقعد والدنيا بتاعته خطيرة. عندنا مين كمان؟ عندنا ايمان بتقولي صباح الجمال على اجمل شيف فاطمه، حضرتك انسانه محترمه وبشوشه وضحكتك جميله وتستحقي كل خير، ودايما بتكبري بخاطر الجميع، ربنا يكبر بخاطرك، امين يا رب. حبيبتي، وبمناسبه البودنج ده، البودنج بتاعي بديل البسكوت اللي احنا عارفينه، تحفه. ما شاء الله عليكي، تسلم ايدك يا روحي، تسلم ايديكي وعينيكي حبيبتي. جربي بقى اللي انا عاملاه النهارده وبعتيهولي وقولي رايك ايه. وعندنا آية سعيد بتقولي أنا بعشق وبحب كل وصفاتك، عملت العيش الفينو بطريقتك وعديت بكل المراحل كويس، وكان طري جدا، بس المشكلة إن الرغيف نفسه تقيل وفي عجين كتير من جوه. عايزة أعرف العيب في فين وفي إيه، في طرق استخدمه بيها ولا خلاص يترمي؟ لا، ما يترميش، مفيش حاجة عندنا تترمي. يعني العيش تقيل وحاسه ان هو مش عاجبك، فانت تقدري تقطعيه ترنشات كده وتحطي عليه مكونات البيتزا وتديه للولاد، دخليه كده تحت الشوايه وتديه للولاد. تقدري انك انت تحمصيه وتعملي بيه البانيه. لا، له استخدامات كتيره جدا جدا. بس ليه طلع معاكي تقيل؟ اولا احنا قلنا لازم الدقيق يكون دقيق عيش فينو، دقيق بيتزا اللي هو الدقيق القوي، تمام، بتشتري من الفرن. الخميره لازم تكون فعاله وتمام. بنعجن العجينه مده لا تقل باي حال من الاحوال على 10-12 دقيقه. عجننا العجينه كويس، والعجينه تكون متوسطه الليونه، لا هي عجينه تقيله قوي ولا عجينه خفيفه قوي، خلاص.
وبنسيبها تخمر ويتضاعف حجمها، ونتاكد كده ان العجينه الكره الصغيره دي بقت قد كده. ولما بنقطعه ونشكله بنرجع نخمره مره تانيه. ما تنسيش ده، فرنك لازم يكون درجه حرارته عاليه جدا علشان يقب معاكي العيش وينفش وينفخ ويدخل له الهواء كتير. فاكيد في حاجه من الحاجات دي سقطت منك. تمام، هو ده شكل العيش بتاعها، بس هي مطلعاه وزنه تقيل. طبعا العيش لازم يكون خفيف جدا. هو ايه اللي بيخليه خفيف؟ الهواء اللي بيدخل له اثناء التخمير، ثاني اكسيد الكربون اللي بيدخل بسبب الخميره والتخمر اللي بيحصل، فبيدي له هواء من جوه فبيرفع معاكي، بينفش ووزنه نفسه يخف. تمام، فاكيد حاجه في الحاجات دي طلعت مش مظبوطه. هو شكله حلو قوي، بس انت راجعي نفسك تاني في اللي انا قلته لك. مين عندنا هنا؟ امنيه محمد، يا أمنية منورة يا حبيبة قلبي، جاتو شاتو بطريقة حضرتك ملوش حل، تسلم إيدك يا شيف فاطمة. والله تسلم إيدك أنتي، الجاتو شاتو بتاعك تحفة. عايز أقول لكم إن الوصفة دي على اليوتيوب بقالها 8 سنين الوصفة دي معمولة، وبجد أثبتت جدارتها ومقادير ما بتخرش المية وعلى الشعرة زي ما بقول. عندنا كمان مطبخ نجلة بتقول لي فطاير البطاطس المهروسة ومكس الجبن خطيرة وتجنن ما شاء الله. تسلم ايدك يا شيف فاطمة، فاكرين الفطاير دي كانت يوم الثلاث اللي فات؟ ما شاء الله بجد خطيرة. هنا كمان كل اللي دقوها يعني عجبتهم جدا ما شاء الله. تعالوا ناخد فاطمة على التليفون. يا فاطمة الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف فاطمه؟ عامله ايه؟ روحي الحمد لله في نعمه. اخبارك ايه؟ في نعمه والله، تسلمي لي حبيبتي. والله العظيم انا بعشق وصفاتك وما شاء الله عليكي، يعني احترام وذوق. انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اعبر على اللي جوايا. ربنا يعزك. كل اللي بيكلمك خلص الكلام بصراحه. حبايب قلبي انتوا والله العظيم، ما تحرمش منكم ولا من ذوقكم ابدا، تسلمي لي. انا عملت العيش الفينو بالطريقه اللي انت كنت قايله لي عليها وكده، بس خفيف وجميل وكل حاجه، بس مر شويه مش عارفه ليه. مر؟ ايوه، يمكن انا زودت مثلا الخل شويه. لا الخل مش هيخليه مر، قولي لي كده، زودتي البيكنج باودر؟ لا هو الدقيق نفسه كان كويس، جربت الدقيق في حاجه تانية؟ ايوه كان حلو خالص. ايوه جربته في الكيكه كان جميل، وكان يعني العيش خفيف ولونه حلو وتحفه وهادي. مش حاطين زيت عشان اقول لك ممكن الزيت يكون هو السبب طعمه مغير، مش حاطين اي حاجه، ده احنا عاملينه هو مش مر يعني. ايه هو حلو كل حاجه، بس يعني تحس فيه سنه مراره كده مش عارفه ليه. ممكن الخميره زادت منك شويه او البيكنج باودر؟ لا حاطه واحد يعني باكل بس على الخميره. طب حطيتي سكر؟ ايوه حطيت معلقه سكر ومعلقه معلقتين خل ومعلقه سكر وباكو خميره فوريه ودقيق برضو، كنت عامله كوبايتين او كوبايتين ونص. لا جيت في الاخر ثواني بس، كوبايتين ونص دقيق؟ ايوه على باكو خميره؟ يعني لا الخميره كده كتير، بس هو الباكو صغير مش كبير يعني. انا كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق في الـ في الـ في الـ في العادي بنحط معلقه صغيره من الخميره على كوبايتين الدقيق. تمام، ده الدنيا حر كمان، ده المعلقه الصغيره على الكوبايتين الدقيق دول هيفوروا معاكي الدنيا على طول. تمام، فما تزوديش اكتر، لاننا في الحر وكتر الخميره ممكن تاثر فعلا على طعم العجين، على طعمه وريحته كمان. تمام، فراعي الحته دي، احنا في الحر فالخميره كتير ممكن بتعمل نتيجه عكسية بطعم وريحة مش مقبولة. تمام، نورتيني يا بطوط، ميرسي على كلامك الحلو. إن شاء الله المرة الجاية هتعمليه كويس، وأهم حاجة طلع معاكي خفيف والدنيا مظبوطة، فالمرة الجاية نظبط الخميرة كده والدنيا هتطلع معاكي 10 على 10. مكملين معاكم فقرة السوشيال ميديا، ومعانا أم يحيى بتقول لي شيف فاطمة أنا بحبك قوي، دي تطبيقاتي من وصفات حضرتك الجميلة، وأحب أعرف رأيك بس يا ريت تردي عليا. حاضر يا أم يحيى. أم يحيى عاملة كيك الفادج تحفة. فاكرة الكيك دي أول ما نزلت؟ هي نازلة من سنين، كانت عاملة قلق ما شاء الله. تحفة، تسلم إيديك يا أم يحيى والله، تعيشي وتعملي. عندنا مين؟ أنا هجمع بس التطبيقات وبعد كده على طول نقرأ كمان التعليقات. وفاء السيسي بتقول لي حبيبتي يا شيف فاطمة الرقاق الخطف إيه رأي حضرتك؟ تحفة، أنا بعشقه. تسلم إيدك، تسلم ايدك يا حبيبه قلبي، تعيشي وتعملي لكل حبايبك يا رب.
وعندنا جيهان بتقول لي احلى حلويات واحلى ابل باي مرشوش بالسكر باودر وبحشو التفاح المكرمل والقرفه، واحلى تطبيق لاحلى حلويات بانوراما فود، حلوه الحلوات بطوط. حبيبه قلبي تسلمي وتسلم ايدك يا روحي، تسلمي يا جيجي، جميله وكل حاجات الجميله زيك، تعيشي وتعملي. وهنا بقى ايه، ندوش بتقول لي مخللات بيتي حاجه كده تحفه جدا وعلى طريقه الشيف فاطمه، وتسلم ايدك وكل سنه وانتي طيبه. شايفين كده الصوره معدوله معانا، تسلم ايدك يا روحي. وعندنا كمان مين، زوجي جنتي دي ام اياد من القاهره الجديده بتقول لي بصي يا بطتي السابلي حلو ازاي بجد، تسلم ايدك وعيونك، يا ريت كل اللي داقه قال لي زي الجاهز، وعيونك يا رب كل اللي داقه قال لي زي الجاهز، وقلت لهم طبعا من بطه بوحاتي اللي محليه كل حياتي. يا جماعه الشعر بتاعكم ده خطير بجد، تسلم ايدك، وده السابلي بتاعها تحفه 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 تحفه. عندنا كمان ياسمين علي بتقول لي شيف فاطمه انا ورده بحبك قوي كالعاده، وبحب برنامج حضرتك قوي، وبحبك على طول لايف، وعلى فكره انا مش عندي فيس بس عندي انستا وبنزل عليها الحلويات اللي بعملها، وايه رايك في الجاتو تحفه يا ياسمين. هي قالت لي هي اسمها ورده، يا ورده انتي قمر وحاجتك كلها تحفه ما شاء الله. مش عارفه هي باينه معانا يا استاذ حمدي ولا تمام، تمام يا استاذ حمدي تمام. ده حد تاني عامل السابليه تحفه، دي ايمان صلاح تسلم ايدك خطير حبيبتي. وناخد ام كريم، يا ام كريم الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف فاطمه؟ الله يخليكي، الحمد لله في نعمه والله، تسلمي لي. الله يبارك لك في اللي بتعمليه كله حبيبتي. وربنا يبارك في عيلتك كلها. امين يا رب حبيبه قلبي، دعواتك. انا بحبك جدا جدا جدا. تسلمي لي، انا بحبك اكتر. الله يخليك. لو سمحتي عايزه اسال سؤال بس. اتفضلي. مربة التين، ايوه، الكيلو عليه قد ايه سكر؟ عليه نص كيلو سكر، لان التين بطبعه فيه سكر كتير. تمام، في ناس بتحب تحط على كيلو الفاكهه كيلو سكر، بحس ان هي بتبقى اوفر سكر قوي، بتبقى تقيله قوي. فالتين كمان من الفواكه اللي فيها سكر، نسبه السكر فيها عاليه، فهنكتفي بكيلو تين. تمام، هنوزنه بعد طبعا التنظيف وننتقي كده، التين يكون نظيف وما يكونش مهري قوي، ممكن يكون في واحده كده خسرانه طعمها مغير، لا الكلام ده ما ينفعش خالص في المربى عشان نحتفظ بيه اطول فتره ممكنه. فكيلو التين بعد التنظيف هيحتاج نص كيلو من السكر وهيطلع معاكي خطير ان شاء الله. طبعا ما تنسيش معلقتين من عصير الليمون بنحطهم بعد ما السكر يدوب تماما ويتسبك مع التين. طيب الفينو الملوكي بالسمسم وحبة البركة، وتسلم ايدك يا ندوش تحفة. كده انتوا بتنصبوا عليا علنا. مريم بتقولي مساء السعادة، حضرتك بتقولي لي على طول مساء السعادة أو صباح السعادة، أنا بموت فيكي بجد، ربنا يحسن ما بين إيديكي، حضرتك محترمة جدا وهادية كده في نفسك، وأنا اتعلمت منك كتير، وما تنسيش بالله عليك الوصفات دايت وكمان معجنات بدقيق الشوفان. تسلم ايدك وتسلم وقفتك، وكمان عملت الشوكليت سبريد اللي حضرتك عملتيها الاسبوع اللي فات، والشوكولاته بالبندق تحفه زي اللي بجيبها من السوبر ماركت. برافو عليكي، ربنا يوفقك ويديك الصحه والعافيه، وكل سنه وحضرتك طيبه بمناسبه المولد الشريف، وحبايبك طيبين وبصحه وسلامه. طبقت من وصفات حضرتك فطيره الجلاش، العيش الفينو، مكرونه بالكبده، مكرونه بصوص الطماطم والجمبري، وانا من السويس والجمبري عندنا تحفه، وكمان فراخ بارده تشبه كده اللحمه البارده، حطلها خضار من تحت. تسلم ايدك، والله تسلم ايدك انت، ايه الجمال ده، تحفه ما شاء الله. كل دي تطبيقات بجد، تسلم ايديكي وعينيكي خطيره حبيبتي، او شطوره ما شاء الله، شاطره وشطوره. احنا كده خلصنا، بس عايزين نشوف حاجه هنا، في ندوش برضو عامله رول الجلاش بكريمه الكاسترد تحفه، تسلم ايدك يا روحي، تعيشي وتعملي. وعايزه اقول لكم ان الوصفات كتيره حلوه قوي قوي قوي،
وانا مبسوطه جدا، ويا رب دايما كده ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، وطبقوا الوصفات اللي بنعملها وتطلع معاكم 10 على 10. دي دايما الدعوه اللي بدعيها كده، ان ربنا يحسن ما بين ايديكم والوصفات تطلع معاكم اكتر من روعه، عشان تبقوا مبسوطين ويبقى حاجه كده من ادخال السرور عليكم، وربنا يجازينا عنها كل خير.